شعيرة، نريد كرة ونريد توزيعة لأن الشوط الأول بهدف على الأقل. توفيق عداد التوزيع، الهدف الأول. بن سايع هو الذي يفتتح باب التسجيل لشبيبة القبائل، هدف في وقت مثالي. قلنا نريد الهدف الأول، نريد أن ننهي هذا الشوط الأول بهدف جاء في الوقت المضل. سيناريو ممكن للشبيبة كان هكذا. استرجع بشعيرة، قدم الكرة لتوفيق عدادي، توغل وزع من أين جاء هذا الصغير الرائع والمميز. بن سايع جاء من خلف الجميع، اختفى وظهر في الزاوية التي لم تك التدارك والتعديل، غير أن الفعالية كانت قبائلية بعد عمل رائع من بنوا وتسديدة قوية لبن سايح رضا سكنت شباك حارس الأتليتيك موسوي. بنوا عبد تك التدارك والتعديل، غير أن الفعالية كانت قبائلية بعد عمل رائع من بنوا وتسديدة قوية لبن سايح رضا سكنت شباك ناحية حمرون داخل منطقة العملية، ترفع كورته في القائمة الثانية الرأسية وتدخل الدفاع، وده يقول الحكم يقول في خطأ. الحكم أعلن عن خطأ أو احتسب الهدف، كنت أعتقد أنه أعلن عن خطأ. والشبيبة بعد خطأ هاي الكرة مرفوعة من حمرون، خروج غير موفق في المرة الأولى للحارس ليمان، يتمكن بن سايح من تقليص النتيجة. خروج غير موفق تماما وخطا. سالم تسبوتا كي بوي لحال تربع في لاجيسكا تحوج تركض تحوج وين تعاون دابا خصينا كي نعطي وسلاثه سدس سفرز يفرس سوق صفراء الرحبه يسوي وسلاثه يتربع في لاجيسكا ثلاثه غير ولاش رضا بن سايح ميسن توفيرت يديوسان سي جي اس ام بي ثلاثه غير ولاش فيلود ماشي اسم ناقاروس ينات باللي كيخلي زراي نقول داك دو داك نقدر نتاع 14 سكي ديوان شحال يسقوا سنتورا اتندي لا شامبيونز ليغ من بعد تقولي تاكي اي 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 يرلو بيت سوقارو يعني يعلق سوقارو ينس او ديبار لاكسون ولاش يعني فرابور دابا سينا كاين وليد بن شريفه لا باس ديسيزيف وليد بن شريفه ديك الشمن يفقد يفقد الشعل تيتن ناد وليد بن شريفه ولاش فرابور يوسف زفير وميورال رأسية محكمة بن سايح تسكن شباك المحليين. هدف لصفر كانت نتيجة الشوط تسكن شباك المحليين. مهمة الشبيبة التي واصلت في النسق الهجومي وفي الدقيقة 24 كرة مسترجعة من بن شريفة الذي يمر ناحية بالغربي، هذا الأخير يمنح كرة على طبق للاعب رضا بن سايح الذي أمضى على الهدف الثاني لصالح أبناء جرجرة. من بن شريفة الذي يمر ناحية بالغربي، هذا الأخير يمنح كرة